السلام عليكم خالتي، عندنا بوت جديد سوف نقوم بالعمل عليه. بوت بينا سمارت شان، نذهب إلى هنا، نضغط إبدأ. جوان هكذا، نأتي إلى هنا، نضغط جوان هكذا، بعد ذلك نأتي نضغط على هذه هنا، ثم نضغط انضم. ننضم، نضع الكتر هكذا، ثم نعود، ثم نضغط هنا هكذا، ننضم إضاءة الكتم، ثم نعود، ريفيرال الخاص بنا، نسخ، بالانس. $55. إذا ضغطنا withdraw يطلب منا المحفظة، نأتي بالمحفظة، هذا كما تلاحظوا خوتي، حتى 15 جون 2022 يتم إرسال العملة أوتوماتيكيا إلى المحفظة. هنا إذا أردت تضغط، إذا أردت مثلا تعرف في البالونس شحال عندك، تقوم بالسحب ريفيرال، إضافة المحفظة أو تغيير عنوان المحفظة إذا أردت تغيير عنوان المحفظة. هنا ريفيرال تأتي برابط العقد، رابط الإحالة كما لاحظتوا. كان هذا هو الشرح خاوتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاوتي. أنا هذا الأيدروب نخدم عليه أنا، ولكن لست ضامن إذا كان حقيقي أم لا. المهم حنا ما نخسرين والو، مثل هذا الأيدروب خدمنا عليه، ودينا عليه 22 دولار، 27 دولار أو 25 دولار. الآن نخدم على الايدروب هذا، إذا كان صادق اللهم بارك، ما كان صادق ما أنا خاسرين والو. ديجا هو أصلا يعني في ثواني فقط تستطيع الدخول وإكمال المهام، يعني مهام بسيطة جدا. كان هذا الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.